بسم الله الرحمن الرحيم. طريقة حساب قيمة المقاومة. تحسب قيمة المقاومة بواسطة الألوان الموجودة عليها نظريا، لها طريقة معينة طبعا. حسب كل لون له قيمة مخصصة، وكل لون ومكان كل لون معين له قيمة وطريقة حساب خاصة. فعندنا الجدول الموجود أمامنا، كل لون وله قيمة مخصصة. فمثلا الأول والثاني، اللون الأول والثاني تحسب لها طريقة خاصة، طريقة موحدة، والثالث له طريقة خاصة برضو، والرابع له طريقة مخصصة، وتكون نسبة الخطأ، وتكون قيمة اللون الأخير لحساب قيمة نسبة الخطأ في القيمة الإجمالية. فمثلا أولا كيف نحسب طريقة حساب المقاومة؟ هذا طبعا مثال أمامنا الآن. مثال أحسب قيمة المقاومة التالية: عندنا مقاومة عليها 4 ألوان، الأول والثاني والثالث والرابع. مثل ما قلنا الأول والثاني له طريقة حساب خاصة. مثلا الأول اللون الأخضر، شوف كم قيمته الآن عن طريق الجدول، نلاحظ أنه قيمته خمسة. نرجع للون الثاني وهو الأزرق، نشوف كم القيمة الموجودة في الجدول، 6، قيمته 6. فنكتبها جنب بعض، يعني من اليسار لليمين، من اليسار لليمين، نكتبها مثل ما قلنا من اليسار لليمين. مثل المثال نكتب قيمة اللون الأول على اليسار، وعلى يمينه قيمة اللون الثاني. مثل ما قلنا الآن تطلع القيمة 56. الآن عندنا اللون الثالث له طريقة حساب خاصة، فمثلا يكون قيمة اللون الثالث أس للأساس عشرة. فمثلا نشوف قيمة اللون الأصفر في الجدول، تطلع عندنا 4، اللي هو يسمى ملتي بلاير، يعني 10 أس قيمة اللون الثالث، أو قيمة اللون خاصية الملتي بلاير. تكتب كذا 56 اللي هو الأول والثاني في 10 أس قيمة اللون الأصفر اللي هي قيمته 4. نشوف أمامنا 10 أس 4 أو 56 في 10 أس 4 وتساوي 560,000 أوم. والآن نحسب قيمة الأخير اللي هو التولورنس، سمى تولورنس، ونشوف القيمة 5%، تكون موجبة وتكون سالبة في الأخير، تكون موجبة أو سالبة، تكون مضروبة في القيمة في المعادلة التي أمامنا الآن. نلاحظ أنها مضروبة في 5 موجبة أو سالبة في 100 طبعا. بعدها نقوم بحساب نسبة الخطأ. ف 560,000 في 5 على 100، طبعا 5% يعني 5 على 100، عشان ما نقول كيف جت يعني. ف 5% تكون 5 على 100 وتساوي يا موجب أو ناقص 28,000. الآن هذه القيمة تكون نسبة الخطأ، تكون يا إما 5560,000 زائد 28,000 أو 560,000 ناقص 28,000، عشان الزائد البلس ولا الماينس، هذا عشان الموجب أو الناقص. وتكون النسبة بين 532,000 إلى 588,000، تكون تتراوح
الآن تتراوح بين قيمة المقاومة الكهربائية، تتراوح بين هذه القيمتين، و يعني تكون تتراوح بين هذه القيمتين. ملاحظة أخيرة، نقول إن الواحد كيلو أوم تساوي 1000 أوم، فمثلا تكون نسبة بين 532 كيلو أوم إلى 588 كيلو أوم، وهذه النتيجة نتيجة المقاومة وطريقة حساب المقاومة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. للتواصل معي أنا أمجد مباركي على إيميل التالي stop1409@hotmail.com.